أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أبو عبد الله يقول لي أخ أكبر مني يتلاعب بألفاظ الطلاق، وقد نصحناه كثيرا ويقول بأنني لا أقصد أن طلاق امرأتي أم فلان، ما حكم هذا التلاعب بالألفاظ؟ هذا لا يعفيه ما يقصد، يقع الطلاق عليه إذا تلفظ به، وقع الطلاق عليه ولو لم ينوه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والعتاق والرجعة. لا يتلاعب بالطلاق، يقع الطلاق ولو كان مازحا ولو كان ما قصده. نعم.